الو تيتشر فيصل. زيد بشر كيف الدورة؟ نو سبيك عربيك انجلش اونلي. لا اسمع، احنا وافقنا على الدورة بس بشرط ما تأثر على شغلك. نو 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 اتس جود جوب جود جوب جود جوب. وش حدك كلمتين في اليوم انت ولا ايش؟ نو نو اتس جود ستودنت ستودنت هير. لا واضح وزنيتك كلمتين. اسمع يا سعيد، في كلمتين مهمات، سوري ومانجر. سوري؟ ايه سوري اذا جبت العيد وسويت مصيبه، مانجر اذا حبيت انك تناديني تقول مانجر. اوكي يس يس نو بروبلم سوري مانجر اتس جود جوب فيري جود فيري جود فيري جود. شغلك يا عمر انا ما قلت لك تسويها مستطيل؟ وش ذا المربع؟ قال لك تسويها بوفيه ولا حلبه؟ بوفيه. وهذا الكلام من نص ساعه وراك ما سويت شيء. طب وين خباسكم جديد؟ مو بشغلك. المهم الورقه هذه رصقها على الفلين وعلقها في مكان واضح كذا، دبر عمرك يعني. من مخبزنا تذوق مجانا ثم اذهب الى اقرب مستشفى. ليش ناويين تسممون الموظفين؟ لا بس حبيت ابلغك ترى للزباين مو لكم. ومن متى احنا نفتخر بمخبز ابو مرضي؟ لان شكلك ما تدري. ما شاء الله الحين خليت ابو مرضي يضبط شغله في المخبز. لا حبيبي مرضي طالع اسبوعين اجازه وجاء خباز بداله، ابى استغل هالاسبوعين وارفع مبيعات المخبز. يا رجال بعد اسبوعين بيجي ابو مرضي ويخرب ام الشغل اللي انت فرحان فيه. تكفى لا تخرب جوي، خلني استمتع. هذه اسبوعين ماني شايف فيها خشيته. تكفى. تصحيح باقي لك ثلاث ثواني. بالتوفيق. اهلين استاذ فيصل. شايف يا استاذ فيصل سوبر ماركتنا رخيص والله. كاجو اضرب واطرح ب3 ريال وربع. لا انت فاهم غلط، 32 ريال ونص. 32 ريال ونص. هو صحيح اختي وانا بحبها وهيك، بس بصراحه فقعتني اسفين واحنا صغار لهسه ما بنساه. تستاهلش. انت عندك رحله الساعه 9 ونص الصبح صح؟ ايشوه ايش عندك؟ يعني بس جاي اتبضع لاختي شوي، بدي املي هالعربيه كلها هدايا. لا انت على بخلك ما راح يملي عربيتك الا محلات ابو ريالين. يا ريت، بس ابو ريالين مسكر، وغير هيك ابو ريالين فيش فيه مديري اللي بده يعطيني راتبين. بدي راتب مقدم الشهر هذا. استاذ فيصل انسى الموضوع. استاذ فيصل هل انا اعمل هنا منذ 5 سنوات او اكثر؟ نعم. هل معدل غياباتي اقل من 5 ايام في العام الواحد؟ نعم. إذن فأنا أستحق راتب شهر مقدم يخصم من الرواتب اللاحقة. طيب إذا وافقت لك هل تضف عن وجهي؟ ضف عن وجهي. هي طلعت سهلة، وأنا اللي جايب معركة وبدي أدخل جامد. يلا حيا يلا حيا الخباز الجديد الجميل. هذا طال عمرك مخبز، العذر والسموحة على بس الحوسة واللخبطة، بس الخباز اللي قبلك شوي يعني سيء الله يهديه، بس يعني الأمور طيبة كل شيء تمام. باين عليه والله باين. أبيك شد حيلك، أبي نملى هالمكان كله أحلى حلويات أحلى فطائر أحلى معجنات. نبي نغير الصورة اللي كانت عن الشفت، يعني بيني وبينك الخباز اللي كان عندنا أول ما كنا نبيه صراحة طالع جاز أسبوعين وما نبغى يرجع. حبيب قلبي أنا مو أول مرة بشتغل بمخبز، أنت عم تتعامل مع أذكى خباز بالبلد، ما يهمك. يا سلام هذا اللي نبغاه. نبغى ايش تبي انت؟ يا اخي تعال تفاهم مع ابو مرضي، مو مخليني اشتغل. طيب اوكي جاي. مع السلامة. ولا يهمك ابن عيوني. عذرة مضروبة. مرضي؟ شو يا استاذ فيصل؟ يعني الواحد بيعرفش ينقي له 5 حبات مانجا مرتبات؟ اطلع بثنتين في الاخر اروح فيه لعند اختي على الكويت؟ وانت خليت شيء مرتب اصلا. استاذ فيصل انت كيف بتسمح لبياع انه يعامل زبونك هيك؟ انا بياع؟ اول شيء احترم زميلك، احترم زميلك، ثانيا لو انك زبون ما سويت كذا. لا انا زبون ونص. اجل مدامك زبون ما يحقك تطلب راتب مقدم، انا بروح الغي الطلب. لا لا استنى يا زلمه منك العقل يا استاذ فيصل مالك. يا استاذ فيصل اسمعني، مانجا جيزان هاف
فيش منه بالكويت، عشان هيك انا قلت بنقي لي كم وحده باخذهم لعند اختي بذوقها اياها. مو بشغلي، مو بشغلي، راتب مقدم عاد فيه. يا استاذي والله وراي سفر ومصاريف وبلاوي. لو مهتم بمصاريفك كان ما حست فواكهنا وغلطت على زميلك. حول ولا قوه، ما انقلبت يا استاذ. هي ذس كم 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 ذس ام فور اند ذس. ترى مو وقت انجليزيتك انت. وش ذا الخرابيط بالعربي؟ هي كم ذس از از هز هير ذس هير. يا زلمه هاي تنكات الزيتون وصلت، انا موصي عليها خصوصي من البلاد، تاخذها معي على الكويت هديه لاختي. ثقيله والله، فكرك بيطلعوا لي اياها في المطار؟ يا ليتهم يسمحوا لك وافتك منك. الله يسامحك يا استاذ فيصل. هذا بدل ما تقول وتروح وترجع بالسلامة يا أبو مرضي. والله المخبز ما حيحلى بلاك، والله السوبر ماركت كله بده يظلم بعدم وجودك، الأماكن كلها رح تشتاق لك. يا ليتك ترجع بالسلامة، بس مو بعندي. ينقرونك الخريص، يودونك مخرج خمسة، يقرعونك الإسلاي، هنقبل في البنك اللي مقدم عليه. عصومي البطل، طمن قلبي وقل لي انك خلصت اللابتوب لمرضي. يلا يرضى عليك يا رجل. اليوم ما اشتغلت مفرغ نفسي جهاز مرضي حبيبي. شوف اليوم انواع الوساخه فيه يا اخي، لقيت زعتر وجبن واذا بغيت ودي اغسل بستم. اسمع، حملت لك برنامج ماسنجر وبرنامج مكالمات ببلاش، وحملت لك برنامج طبخ. طبخ؟ طبخي ما يتقضى، لا بس يعلمك شلون. وحملت لك مكالمات ببلاش وكل شيء ببلاش وكاسر بروكسي، كل شيء كل شيء ببلاش سويت لك يا ابو مرضي. لا تخاف. هي اصبعتي يا زلمه مالك؟ ودي اقول ادفع يا ابو مرضي، لو احنا فاتحين قسم صيانه ولا لا يا عصام. اكسكيوز مي، وش تبي انت بعد؟ اي مي جو ناو جو. هي جو 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 جو. وانت بعد جو جو معه، جو معه. خلي اشوف اخرتها مع ذا، اجيب لي الطياره هنا. تعال. هي وش اللي اي جو ذي جوك؟ ها؟ نو اسبيك عربيك. لان اتكلم الا باللغه الانجليزيه اليوم. اقول لي تتكلم عربي بس. اونلي انجلش بليز، اونلي انجلش. اقول الحل الوحيد اللي ممكن تتكلم فيه انجليزي انت انك تكون اطرب. بعدين حرامي بالانجليزي يعني ايش؟ امبسيبل. علي بابا. علي بابا ايضا. علي بابا اسم علي بابا، ما هو شيء حرامي يعني. طيب المهم، وشلون تلحق الحرامي بالانجليزي؟ امبسيبل اوف كورس از جو تيلك. ها جو. زيح. لو سمحت يا اخ، كيف فيني اخدمك؟ تزيح من خلقتي، هيك بتخدمني؟ وين فطايري؟ بدك فطاير؟ ولا يهمك، من عيوني هلا بعمل لك احلى فطاير، بس تفضل لورا الكاونتر شوي. تخسى، انا اكل من فطايرك انت؟ ولك فطايري كانوا هون انا مجهزهم عشان اخذهم على الكويت. انت ابو مرضي، صراحة فطايرك بعتهم بسعر رخيص من شان يمشي سوقهم شوي. بعتهم؟ كيف بعتهم يا زلمة؟ أنا طول عمري ببلش فيهم، ولا أنت كيف تسمح لحالك تبيعهم؟ هذول لي قلة أدب. لحظة كله يثبت. تفتيش. هيو وأنت أي حدا بيبيعك شي بتاخذه؟ فيصل رجعت توجه الكاشير. فيصل رجعت توجه الكاشير. تفتيش ها؟ ورا ما تفتش الرجال، شوف اظافر طوال. هيو الصحن الثاني. هسه هيك باقي لي ثلاث صحون. شفت صحون زي هاي يا وليد؟ لا. مرضي؟ شو تقايل الخباز حقي؟ هو يا زلمه اللي مسوي لي، بايع فطايري. ومرضي اطلع منها انت بالذات. شو عندك منادين انت؟ اظن الرجال هذا عنده شيء بيقوله لك. الرجال هذا جاي يفتش من اغراضي ياخذ من اشيائي. وانا بعد. هذول فطايري انا مجهز للسفر، وهذا اخر شيء بتاخذه معك. سعيد طلع برا. طلعني برا. ذس ايه هو طلعه. كم جو اوت.
قم أنا؟ كم 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 قوت قوت في حيدك لكسرها قوت. أصلاً صحلين بيكفني أنا. معليش يا جماعة، نعتذر منكم العذر والسموحة، يعني سوف تفاهم بس. وليد أعطي الشباب خصومات وطاقات الخصم. الو يا مرضي، هيني قاعد بستنى في تاكسي. والله لو اني في مخيم الوحدات كان طلعت من زمان. انا عارف شو اللي صاير. شو يس يس اوف كورس يا اخوي، انت عارف معنى اوف كورس ولا اي كلمه يس تحطوها في كورس؟ اوف كورس يس. وانت وراك ناشف الرجال، واضح انه فاهم ولا يا سعيد؟ يس اوف كورس. ثانك يو عمر. ويلكم يا باشا. شو اللي فاهم؟ وش قل لي، وين ساكن بالضبط بالانجليزي؟ الرياض. وين بالرياض بالانجليزي؟ الروضه. وين بالروضه بالانجليزي؟ ابو بكر البحيري ستريت. وين في ابو بكر البحيري بالانجليزي؟ دقيقه. نمبر 5. وش اللي نمبر 5؟ خ رقم صفحه ولا رقم فله ولا بيت ولا استراحه ولا وشو؟ فله. احنا قال لك بتحجره بسلتك البايخه. والله اللي حاجرك. يو عمر هنجري. لا لا شكرا، انا قاعد احتري فطاير. كيف الشغل؟ كل شيء جاهز، باقي المعجنات. وراك تقولها كان ودك تاكلها. لا من اللي يقولها؟ اي هشوى، ترى هذه الزباين ما بلكم. وبعدين انتوا اثنين ما راكم شغل. انا اقترح يا استاذ فيصل نسمع الجواب على سؤالك من مستر سيد. يس اوف كورس. سيكوريتي كمبيوتر. يو جو جو مي جو 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 جو. فيصل رجعت وجه الكاشير. فيصل رجعت وجه الكاشير. الله يخزيك يا مرضي، بهدلتيني والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أظل بسمع حكي النسوان. الله وكيلك أبو مرضي، آخر مرة أقول لك الأغراض هذه ممكن ترجع، هذه مستحيل. يا زلمة بعرف إنه مستحيل، أصلاً هذول تنكات الزيت مش من السوبر ماركت، أنا جايبهم من البلاد. هسا أنا قلت يمكن أنت بدك تشتريهم مثلاً. والله يا وليد إنه أنا ما ببيعهم بألف ريال لو بدي أسافر، بس عشانك أنت زلمة غانم وحبيب قلبي 800. أحكي لك هات 600 500 500. يلا خذ خذ شيل شيل. لو أعطيك هلك تسكت؟ فراولة. قل لي إنك راجع عشان العلك صح؟ والله طيب العلك يا أستاذ فيصل، بس أنا جاي بصراحة أرجع الأغراض اللي أخذتهم كلهم لأنه سفرتي تكنسلت. وليد رجع له بضاعته واطلب له تاكسي على حسابي الخاص يوصله برسم الخدمة إلى بيته. ومرضي ترجع بيتكم وترتاح على أفضل كرسي عندكم. لا يا أستاذ فيصل، أنا بدي أقعد على أفضل كرسي عندي في المخبز، وبدي إجازتي أوفرها لبعدين. الكرسي اللي في المخبز جالس عليه واحد أفضل منك. على فكرة الأسبوعين هذه ما أنا محتاجينك ما دام الخباز أحمد موجود عندنا. يا ليت الأسبوعين هذه تستغلها إنك تتعلم مهارة جديدة مثل الخبز مثلا، أعتقد إنه أحسن لك يعني. أو سباك اصلح عليك. يمشي. لا الشك مو بصحيح هذاك. لا لا مو بصحيح. لا لا اوكي. لا لا بعدي اوكي. وش هي؟ اي عندي لعبه ثانيه. ايش في الحصان؟ يلا يلا دقيقه بس. ايش في الحصان؟ اوكي اوكي خلاص بجرب الحين واقول لك. يلا يلا اوكي يلا. مع السلامه.
لحظة. ايوه تفضل. اهلا اهلا بخبازنا الجديد. اهلا. كيفك استاذ؟ اهلين وسهلين. عملت لك تشكيلة معجنات بتاخذ العقل من شان الدوقة وتختار شو نحط منها على البوفيه. يا سلام يا سلام. شوف الله. أستاذ هاي نحن عاملينها بأفخر أنواع الصلصة وأحسن أنواع الجبنة. شو رأيك أستاذ؟ مهي مهي لا فيه من عيوني. اخذ الصحن ولا خليه؟ هي هي شو عم تعمل الفطاير؟ رجعوا المحلون. والله انا قلت افرغ الصواني لايش بيستاهل. هاي بتسميها عجينه فطاير؟ هاي هاي الصواني الي انا، ولو سمحت اطلع برا مخبزي. يلا اطلع. مخبزك؟ والله. طب وهاي الفراده الك؟ هاي شو رح تعمل فيها؟ والله على حسب، يا بتضلك هون يا بتمشي. رح ضل هون. تتحداني ولا؟ ايه بتحداك. صراحه انا متوقع لهالبوفيه نجاح كبير، صدقني بينجح نجاح هائل. والله شوف، هو من ناحية جيد فهو جيد، لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل هو جيد لأنه جيد أم أنه جيد لأن حنا ما عرفنا إلا أبو مرضي بس؟ نظريتك صحيحة فعلاً، بس حنا ما أنا بصراحة ما أدري صراحة، يعني أنا أحس إنه جديد، هذا أول مرة آخر شغلات زي هذه صراحة. ما أعتقد نلقى فيها زي هذه، مستحيل نلقى. بالنسبة لك أخوي، أنا أتوقع أنك تشوفه جيد لأنك يمكن حدك أبو مرضي، ما قد طلعت برا، ما وسعت أفقك وشفت بقية الشفتات الأخرى وبقية الفروع الأخرى، ترى عندهم زي هذا وأطيب يمكن. ما حدا، بس في شغلة ثانية يتميز فيها الخباز هذا، صراحة أنا ما شفتها في أي خباز سابق قبله. الرجل حسن التعامل، رجل لطيف، رجل رائع، يعني حتى لما تقابله وتقعد معه تحس بنظافته تلك كذا، يعني شيء غريب شيء غريب، يعني ما إحساس غريب لما تشوفه صراحة. شوف أخوي فيصل، ودي ألفت نظرك لشيء مهم. التعامل اللي نتكلم عنه هذا طبعا فكرة هو التعامل الطبيعي الموجود الأوتسايد في الأذر كونتريز، بس بالنسبة لشو اسمه تعاملك أنت، لأنك هنا ما عملت إلا بمرضي وبقية النفسيات الموجودة في الفرع، وأنا بصراحة لا أبرئ نفسي عن كوني أحد النفسيات هذه، عشان كذا أنت المبادئ عندك مختبصة. صحيح بس 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 في نظرية أنا لاحظتها شيء غريب صراحة، ماني عارف أشرحها لك، بس أنا أحاول أفكر فيها. هو عنده شغله لا لحظه خلني اشوف. اي شوف شوف شوف، مثل هذه علاقته مع الجبن، علاقته غريبه مع الجبن. لاحظ في شغله في ما بين الماكسيمم والمينيمم في اشياء، لكن هذا عنده قياس عظيم، قياس للجبن، عمر الجبن ما بس اي جبن. لا يا ابوي هذا قشطه، ترى على فكرة برلينا من السالفة بايخة صراحة. ورايح خباز كون انجن فلت. مين خباز؟ انت خباز حبيبي؟ انا ماني خباز كون وماني خباز حدا، وها وهي المهنة كنا تركتها لكم، وانا رايح نهائي. مع السلامة. Thank you.
على بوفيه. أنا هونت عندك يا أستاذ فيصل عندك. كشيف ذا بعدين خبازكم جديد. خباز جديد؟ انسى موضوع الخباز الجديد يا عمر. والظاهر ان شغلك كله طلع فاضي، وعشان تكمل شغلك الفاضي يا عمر يا ريت ترتب الحوسه ذي وترجع الطاولات. تيتشر فيصل 100 100. ايت اللي تبي يا سعيد. استمتع حبيبي. ثانك يو. الله يحوم تبدك. امسك.